أيها الإخوة، نريد رجالا أشداء على السفر وأشداء على الحرب. نعم، أشداء على الحرب ليكون عونا لرجالنا على الثغور. والنفقة موجودة لمن يرغب بالرحيل. وعيالنا من ينفق عليهم؟ للفارس 100 دينار، 100 دينار للجواد والزاد والسلاح، ويترك منها نفقة لعياله حتى يعود. من الذي يدفع لكل هذا؟ الرجل يغزو بتجهيزه للمجاهدين. ها، ومن هو؟ لو أراد إظهار نفسه لوجدته هنا. من يريد الاكتتاب أيها الإخوة؟ فالرحيل بعد يومين، والنفقة جاهزة، ندفعها لكل من يكتتب للسفر. انزل. ستكتتب للسفر؟ يا ابن العم، أتكتم علي؟ صدقني إني أكتم على نفسي من نفسي. ها؟ الرحيل بعد يومين أيها الإخوة.